السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وكويسين وكل سنة وانتم طيبين. رجعت لكم يا جماعة بفيديو جديد. طبعا يا جماعة الفيديو ده كنت موعدكم بيه من فترة ان انا يعني هعمل لكم غيه، بس مش غيه زي كده كبيرة، لا ماكت هيكون في حدود طوله من اول غيه العرق لغاية تحت 120، ماشي؟ فديك هتكون حاجة بإذن الله، بإذن الله هعلمها لكم، ممكن تكون رزق ليك لو انت اتعلمتها وعرفت تعملها وتبيعها، هتكون رزق ليك. وانا بصراحة يا جماعة عاملها برضك، هتكون رزق ليا ان انا هعمل منها مكتات ومقاسات، وان شاء الله هعرضها وربنا يرزقنا ويرزقكم. فطبعا يا جماعة انا عشان خاطر اللي حبوا ليا حبوا ليكم، انا لو كنت وحش كنت ما عملتها وعرضتها، وانتوا كنت هتعجبكم اول ما اخلصها، واللي عايز يشتري كان هيشتري، بس انا لا، اعلمكم ازاي برضك بتتعمل، والخشب تجيبوه ازاي، والكلام ده كله عشان خاطر انت تستفيد وانا استفيد. عشان خاطر ايه يعني؟ ما بقاش عارف الحاجة واخبيها واخبي عنكم الخير، لا، يبقى كل واحد اللي عارف حاجة ويعملها ويقول للتاني، يبقى ده خير ليك وخير لينا والكلام ده كله. فتعالوا طبعا دلوقتي هوريكم الخشب وازاي هنبتدي نعملها، بس ان شاء الله مش هنعملها الفيديو ده، هو الفيديو الجاي هيكون اول فيديو شرح ليها، بس هوريكم الخشب والحوارات بتاعته والكلام ده كله. يلا بينا يلا بينا. هات لكم تاني يا جماعة، وانا اهو يا جماعة بصوا كمية خشب قد ايه هتبقى في الغير، طبعا كمية كبيرة على فكرة. وده ال ام دي اف ده المفروض اللي هو البغداد اللي بتاع الجناب اهو، بس ماشي. ودولك كده حبة خشب ايه اللي طالعين من تقطيع الخشب ده كله، كسر هتنفع برضه. بصوا اهو اهو خشب كتير. دولك يا جماعة القوايم بتاعتها دي متر، بصوا دي، بص قد ايه دي كده اللي هتبقى الطبلية، بصوا متر. بصوا تبقى قد ايه، طبعا هي مش هتبان في الكاميرا كبيرة، بس متر يعني حاجة كبيرة. وطبعا دي الكوايل دي هتعمل في البلكونة بتاع الغية، يعني هتبقى حاجات بأشكال جميلة، وهيتعمل فيها لوفت وهعمل فيها لوفت اهو يا جماعة. طبعا يا جماعه ان شاء الله تبقى في حدود متر، طب ليه متر والغايه 20 سنتي، وتحت الغايه هيبقى في لوفت وسلم دايما ما يدور، واحتمال يعني احتمال اعمل فيها اختراع كده زي نظام اسانسير، يعني هيبقى فيها شغل جامد. فان شاء الله انتظروا مني ازاي واحنا بنعملها، وبعد ما تخلص وان شاء الله انتوا اللي هتختاروا اللون بتاعها والرسمه بتاعتها دي، برضك انا اللي هعملها عشان عايز اعملها رسمه جديده، فاللون بس انتوا اللي هتختاروه. فان شاء الله هتبقى حاجه يا جماعه فريده من نوعها، وهتبقى حاجه جميله على قد ما هتكون صغيره، بس حاجه تكون تحفه كده، ان دي يا جماعه مهنتي ودي شغلتي، انا شغال نجار فدي مهنتي ودي شغلتي. فتعالوا بقى كده نبص على الحمام. طبعا يا جماعه دول في البول دول بيجهزوا العش اليومين دول، دولك بسم الله ما شاء الله روحنا، بسم الله ما شاء الله فك أمك. دولك قص تحدين، دولك قص تحدين، ودولك قص تحدين، ودول بردك يا جماعة بيجهزوا العش بردك، مش عارف انت عليها بيضة ومتأخرة، بس خير ان شاء الله. ودولك الغلوف دوت يا جماعة هو طلع اهو، على فكرة يا جماعة ده مش ابنهم، ها ده كان نقلته هو كبير كده. وده كده ابو الزغلول اللي فوق عطيته نتادي وخدها. ودولك قص تحضين، والباقي كله تحضين يعني يا جماعة. هنا برضك في قص تحضين، وهنا برضو زغلول اهوت بس تحريم،
ودول كده يا جماعة كام شاب؟ بإذن الله بإذن الله بإذن الله انتظروا مني كل جديد، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية تكون أحسن وأحسن، وبرضه كل رأيكم في الفيديو اللي هتعمل ديك، وبإذن الله بعد ما تتعمل هتكون حاجة تحفة. ماشي يا جماعة، فعشان ما أطولش عليكم هو ده كده الفيديو بتاعنا النهاردة، فلو عجبك يا ريت تشترك في القناة. فده بس كده بوريكم الخشب اللي جبناه وايه اللي هنعمله، وانتظروا مني ان شاء الله من الفيديو الجاي ازاي نعملها. ماشي، كان معاكم مستر صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.